لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. إذا كانت الكنيسة المسيحية تعتبر القديس أنطونيوس الكبير أباً للرهبان في كل الشرق والغرب، فإن القديسة سنجلتيكي تعتبر بدورها أماً للراهبات. عاشت القديسة سنواتها الأولى في مقدونية قبل القدوم إلى الإسكندرية مع والديها اللذين جذبتهم سير آباء كنيسة الإسكندرية. إضافة إلى ثراء القديسة وجمالها الباهر، تمتعت بالإيمان والتقوى وانفصلت عن كل ما يربطها بالعالم بعد أن فقدت أخويها الوحيدين. وقبل نياحتها بثلاثة أيام رأت رؤيا سماوية، وإذ بملائكة نورانيين وعذارى حكيمات ينزلن من السماء ويدعونها لأن تصعد معهن، فتبدلت هيئتها وأصبح وجهها وجسدها محاطين بهالة من النور السماوي، وظلت في حالة من الفرح الإلهي إلى أن دخلت بسلام إلى الفردوس. من أقوال الأم سنجلتيكي: حسن أن لا تغضب، ولكن إذا حصل وغضبت لا يسمح لك الرب بغضب يوم كامل قائلا لا تغرب الشمس على غضبكم. وتقول أيضا: اصبر يا أخي صبرا تاما على العمل الذي دعيت إليه حبا بالرب، ولا تكف ضجرا كارها الأتعاب، فطالما أننا مرتهنون بإلهنا يسوع المسيح ينبغي ألا نستحي بسلسلة الضيقات التي نكابدها من أجله، بل أن نصبر منتظرين بفرح أن يهبنا سلسلته السماوية ويحصينا في مصاف قديسي. فبشفاعات القديسة سنجلتيكي التي نعيد لتذكارها اليوم، اللهم ارحمنا وخلصنا، آمين.